السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب السعاده والهنا والرزق والتفاؤل والفرحه الجميله تكون من اجل مواليد برج العقرب لشهر يوليو الايام اللي جايه. باذن الله يكون عندك خير وعندك رزق وعندك تفاؤل. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كثروا في الاستغفار وفي الدعاء، بيغير القدر. ويلا بينا نردد الدعاء الحلو ده مع بعض. اللهم ارزقني خير الايام القادمه، اكتب لي نصيب يسعد قلبي ويفرحني ويسعد ايامي، وحقق لي ما اتمناه في الدنيا، وريح بالي ويسر لي امري. الدعاء ده فيه طاقه ايجابيه، فيه بعض الراحه، فيه بعض الامور الحلوه، وفي التحسن باذن الله. يلا يا برج العقرب احضروا معايا. برج العقرب، بسم الله ما شاء الله. دايما يقولوا ان العقرب مكروه، دايما يقولوا العقرب مكروه من بعض الناس، رغم ان انت مش كده يا برج العقرب. يعني رغم ان انت مكروه بس انت مش كده، انت مش عايز توصل فكرة الناس عنك كده. الناس دايما ظلماك يا برج العقرب، دايما بيتكلموا عليك، دايما مركزين قوي على حياتك. وفتاة العقرب خصوصا، فتاة العقرب خصوصا، كل الناس مركزة عليها. طب ليه؟ عشان هي حكيمة في عقلها، حكيمة في تصرفاتها، حكيمة في أخلاقها، حكيم ازاي بتعرف تتعامل، ازاي بتعرف تكسب، ازاي بتعرف تمشي، ازاي بتعرف تعمل كل حاجة. ومن كتر الحسد من الناس حظها قليل، حظها قليل. دايما بيقولوا الحلوين حظهم قليل. فتاة العقرب كده، فتاة العقرب كده، كلام الناس اللي عليكم كتير عامل لكم توتر وعامل لكم حيرة، ومخلي حياتكم مقلوبة. حياتكم ما فيهاش جديد ولا فيها امور حلوة. عندك توتر وعندك حيرة من بعض الحياة عندك يا مواليد برج العقرب، رغم ان انت بتتمنى الخير، رغم ان انت بتبقى عايز تتعامل مع الناس ببراءة. دايما دموعك نازلة على خدك، دايما دموعك نازلة على خدك يا برج العقرب. دايما بتقعد في ركن على جنب وتعيط، دايما بحاسس بالوحدة رغم ان كل الناس حواليك، بس انت حاسس بالوحدة، مش حاسس ابدا بالسعادة ولا بالحب في حياتك. بص يا برج العقرب، حاسس من ان حياتك مش ماشيه، حاسس ان حياتك مش ماشيه، حاسس ان حياتك واقفه وحياتك ماشيه بالبطء. يعني لو هي ماشيه فهي ماشيه بالبطء. حاسس انه مفيش جديد، حاسس ببعض الامور، حاسس ان انت حياتك كارهه ومش عايزها. صح يا برج العقرب؟ ليه؟ ليه رغم ان انا شايفه ان انت عندك نجاح في حياتك؟ على قد ما انت حاسس ان الايام ما بتمشيش، على قد ما انت حاسس بتعب، حاسس بألم، حاسس بحاجات كتيرة جدا مزعجة، بس انا شايفة لك خير. يعني رغم المشاكل والحاجات دي كلها، بس انا شايفة لك خير، شايفة لك خير. الوقت اللي انت فيه، الوقت اللي انت فيه بإذن الله هيتغير. عندك نقلة جديدة، انطلاقة جديدة، فرحة جديدة، رزق جديد، عندك حاجة جديدة. على قد اللي انت فيه ده كله، هقولك ان انت عندك حاجة جديدة. الدوامة دي هتطلع منها، ما تقلقش، هتطلع منها. لو انت عايز تشتري بيت فانت هتشتري بيت. في ناس انت هتتعرف عليهم هيقفوا جنبك ويدعموك. الطعنات اللي انت خدتها من اقرب الناس دي سيبك منها، انسى. انت مش قادر تنسى جرحك، بس هتلملمهم وهترميهم ورا ظهرك. بتقول انا دموعي غالية ما تنزلش على حد، بس نزلت يا برج العقرب. نزلت ليه؟ عشان انت اتظلمت، اقرب الناس ليك ظلموك. انت طموحاتك عالية، كريم جدا، تحب الناس، بتحب تفعل الخير،
مش بخيل مع حد. بتيجي عليك من وقت للتاني بتقول يا رب انا فعلت الخير كتير، ليه دايما بيتردل السيء؟ بتتصدم في الناس اللي انت بتعمل معاهم الخير يا برج العقرب. عشان كده ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيسيبك، ربنا هيكرمك وربنا هيبعت لك الطاقات اللي انت كنت بتوزعها على الناس، هيلملم لك كل الرزق. يعني اقدر اقول لك ان اللي انت حصدته اللي انت زرعته هتحصده يا برج العقرب، اللي انت زرعته هتحصده. بس عايزاك تحذر من واحدة ست، واحدة ست وراك على طول، كل ما تمشي خطوة هي ما تلاقيها سابقاك، كل ما انت تسيبها تلاقيها بتكلمك وراك وراك. الفتاة في واحدة فتاة وراك وراك يا برج العقرب، انت حكيم في حياتك، حكيم في حياتك، عايش تعيش لوحدك، بتقول انا مستقل بحياتي، انا مش عايز حاجة من حد، بتحب تفعل الخير، ما بتستخسرش حاجة في حد، بتتمنى لكل الناس الخير والسعادة. لما انت بتفرح بتبقى عايز تفرح كل الناس، وده غلط، ده غلط. يعني انت لما بتحصل لك حاجة تفرحك تبقى عايز تفرح كل الناس، فبالتالي انت لما بتفرح كل الناس هما بيحسدوك، بيقولوا ده مبسوط. يعني ايه برج العقرب؟ على قد ما انت هادي، على قد ما انت فيه كل الصفات الحلوة، بس لما حد بيغدر بيك يعني انتقامك ليه بيبقى اشد انتقام، بيبقى اشد انتقام. انت ما بتحبش تغدر بحد، ولا بتحب تكسر حد، ولا بتحب تأذي حد، بس اللي بيأذيك بيقول على الله، على نفسه الله الرأى، يعني بيقول على نفسه خلاص هو كده ضاع. بس ما تقلقش، ما تقلقش يا برج العقرب، انا شايفالك امور كتيرة جدا حلوة. سيبك من كل المشاكل، سيبك من التوتر. برج العقرب ما بيحبش الغدر، برج العقرب ما بيحبش الخيانة، برج الغدر ما بيحبش اللي هو بوشين، بيحب ان دايما تكون الصراحة على الترابيزة، بيحب تكون النقط على الحروف، بيحبش حد يكذب عليه ولا يخدعه ولا يخذله في بعض الامور. فعشان تكسبوا برج العقرب بلاش تستفزوه، بلاش تلعبوا عليه، بلاش ان انتوا تعملوا نفسكم انصح من برج العقرب. برج العقرب من الشخصيات الروحانية جدا اللي بيحسوه بيحصل. حصل عندك اجهاض او انت مستني حمل، او حد عندك اجهاض يا برج العقرب، او عندك حد تعبان بخصوص اطفال، الموضوع بخصوص اطفال، في طفل عندك تعبان بتحاول تصرف عليه، او انت زعلان على طفل همه من همك، والله اعلم. بالنسبة للناس اللي ظلمتك يا برج العقرب، الناس اللي ظلمتك اخبارها ايه؟ ما تقلقش، ما تقلقش، عندك انتصار عليهم، يعني انت هتنتصر عليهم، انت هتكسب، انت هتبقى عندك امور حلوة جدا باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. يعني الامور اللي انت فيها دي كلها هتركنها على جنب، وربك هيبقى هيحسن لك امورك. بالنسبة لصحتك، عندك وجع في دماغك على طول، عندك صداع، عايز تزور الطبيب، عندك ألم في المفاصل، بيجيلك من وقت للتاني ألم، بتصحى تلاقي علامات في جسمك وانت متعرفش العلامات دي جايلك منين. في ناس وراك كتير جدا، في وشوش كتير جدا يا برج العقرب وراك، وشوش كتيرة جدا وراك، وشوش كتيرة جدا عايزة تاخد رزقك، تاخد فرحتك. في موضوع شاغل بالك وبتفكر فيه كتير يا برج العقرب، في موضوع شاغل بالك وبتفكر فيه كتير، ليل ونهار تفكر فيه، ولحد الان مش وصل له نتيجة ولا عارف تعمل ايه فيه. عايزاك تخلي بالك، عايزاك تخلي بالك. راجل العقرب، راجل عقرب، انت ما عندكش استقرار في حياتك العاطفية خالص، مش لاقي اللي يصونك، مش لاقي اللي هو يستاهل منك حبه. يعني ايه راجل العقرب؟ مش لاقي اللي هو مش لاقي الفتاة الصح،
فتاة العقرب انت مكروهة من النساء بسبب ان شخصيتك احسن منهم، بسبب ان انت دايما العين بتكره اللي احسن منها. اليومين دول انت مش مرتاح، في حاجة ضايعة منك، في حاجة عمال تفكر فيها، او مش مرتاح في نومك، مش مرتاح مع اولادك، مش مرتاح مع شريكك، الله اعلم. عندك كمية راحة، كمية تعب مش طبيعية من كتر التفكير. الفترة دي هيبقى في خبر حلو، حاجة معينة، تغيير مكان، تغيير حياة، نقلة جديدة، الله أعلم. انت ناوي على سفر، او ناوي على لقاء، او ناوي على مولود جديد، ناوي على حاجة جديدة، الله أعلم. عندكم مشروع الفترة دي حرفيا هينجح، والمشروع ده هيكون كبير جدا، وهيكون بشرة خير ليك. البعض منكم باله مشغول، البعض منكم مستني اكتر من حاجة عايز يعملها، اكتر من طريقة عايز يشتغل، الله أعلم. بس حرفيا في طاقة جديدة، وفي اخبار حلوة متعلقة بيكم. انتوا طال انتظاركم في اكتر من حاجة، اكتشفتوا حقيقة، اكتشفتوا خيانة، اكتشفتوا غدر، اكتشفتوا امور تعباكم نفسيا وازماكم، وعرفتوا مين بيكرهكم ومين بيحبكم. لكن الفترة دي هيكون في نقلة جديدة، او في نصرة حلوة جدا من عند ربنا. البعض منكم باله مشغول، في حاجة هتوصلوا لها، في هدف حلو جدا الفترة دي بإذن الله هيكون في قمة الازدهار عندكم، علشان الطاقة بتاعتكم عالية ومفتوحة. انتوا بتحاربوا علشان توصلوا للهدف، لكن الهدف محطوط قدامكم. ركزوا كويس جدا في الحاجة اللي انتوا عايزينها، وبإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيكون في تغيرات جذرية وحياة جديدة احسن من اللي انتوا فيها دي. البعض منكم هنا يعني في حاجة معينة هيعملها، هتطلعوا او هيبقى في تجديد لحياة، الله اعلم. بس انتوا ناويين على اكتر من حاجة، وفي حاجات كتيرة جدا مفتوحة قدامكم. مش عايزاكم تكونوا متسرعين، لان انتوا تعرضتوا لغدر، وتعرضتوا لمعاناة من الشريك، فياريت تخلوا بالكم. ما عندكمش قرارات الفترة دي، مش عارفين تاخدوا قرار، مش عارفين تناموا، مش عارفين تراحوا، مش عارفين اي تعملوا ايه. ليه؟ علشان خاطر الطاقة المعينة اللي متوزعة عليكم دي تعباكم نفسيا. ففي طاقة روحانية جديدة عندكم في الايام دي، هتحسوا كده بتجديد في كلام، تجديد في مشاعر، تجديد في امور كتيرة جدا. فالايام دي هي ايامكم، لازم بقدر المستطاع تثبتوا وجودكم، لان تحسين الحظ بتاعكم قدامكم. البعض منكم هنا ساكت وحزين وما بيتكلمش في أي حاجة. البعض منكم ممكن يكون عنده فحوصات، أو بياخد علاج لمعدة. انتوا دايما بتشتكوا من المعدة، وبتشتكوا من وجع في الجسم غير طبيعي، أكتر من طعنة خدتوها من كل اللي حواليكم، مفيش حد واقف جنبكم في أي حاجة. شايلين هموم الدنيا كلها، ما سايبينش اي حاجة اللي ما شايلينها فوق دماغهم. ياريت اللي انتوا فيه ده تهدوا منه شوية، وتبعدوا عن اي غدر او اي طاقة مؤثرة، لان الناس اللي حواليكم مش حبالكم الخير زي ما انتوا حابين لهم الخير. فكل ما انتوا هتغيروا من نفسكم، الامور عندكم هتتحسن. في ضيق ودموعكم نازلة بسبب الضيق اللي عندكم. ياريت الفترة اللي جاية تهدوا اعصابكم، بلاش عصبية، بلاش توتر، بلاش حيرة، بلاش تفضلوا تضغطوا في نفسكم على حاجات ما تنفعش. لازم بقدر المستطاع تهدوا اعصابكم، لان الفترة اللي جاية دي هتكون في يعني تطورات حلوة، تجديد لامور حلوة، امور هتفعلوها جديدة، الله اعلم. اكتر من حاجة هتفعلوها جديدة، هيكون فيها تغيرات جذرية لكل حياتكم. بلاش القلق، بلاش الحيرة، وبلاش الضغط النفسي اللي انتوا عمالين تضغطوا على نفسكم بيه، لان ربنا كريم عليكم، ورب ربنا رايد لكم الخير. في حد عندكم هيفعل امور جديده. البعض منكم ممكن يكون عنده خطوبه. انتوا مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتوا لما بتعملوا خطوبه، بتعملوا حاجه بتخص العلاقه العاطفيه، بيتدخل حد ودايما بيفشلها. فياريت تخلوا بالكم من فشل العلاقه العاطفيه بسبب حيه موجوده عماله تدور وراكم، ودي تعباكم جدا. سفر مفتوح باسمه كبيره جدا، طريق سفر، وطريق السفر ده هيكون خير، خير قوي ليكم. في كمان عودة لأشخاص عندكم، أو أشخاص جدد هيرجعوا لكم. انتوا عندكم عزال، تغيير بشكل كبير وبشكل واضح جدا. في ايام حلوه هتجي لكم، الايام دي هتكون من عند ربنا، وهتكونوا مبسوطين جدا بيها، لان ربنا كريم جدا عليكم. وعايز اقول لكم ان انتوا ناويين تردوا الالم اللي ضربتوه من الناس الكذابه والخاينه. فما شاء الله عليكم، عندكم رجوع حق مفتوح، بس بلاش التوتر.
حاليا انتوا لسه في مكانكم، حاليا لسه ما اتحركتوش، ما خدتوش القرار، ما خدتوش التجديد، ما عملتوش اي حاجه تجديده. عندكم واحده معاها بنت، الست اللي معاها بنت دي بتحقد عليكم وبتغل ومش حابه لكم الخير، حقوده غياره، مش حابه ابدا ان انتوا تكونوا كويسين. فيا ريت تخلوا بالكم منها ومن غدرها ومن طاقتها السامه. مين عندكم عنده محكمه، عنده دخول محكمة، عنده انتصار في حق، عنده دخول المحكمة، ودخول المحكمة ان شاء الله بإذن الله يطلع منها مرضي، لان ربنا كريم عليكم وحبب لكم الخير. فدايما تخلوا بالكم من الناس الحقودة الغيارة اللي بتحقد عليكم واللي مش حابة لكم الخير ابدا. عندكم حد او انتوا خسرتوا مال بسبب مشروع فشل؟ الله اعلم. بس الفترة اللي جاية دي خلاص هتبدأوا تعملوا حاجات جديدة. انتوا والاهل في شد بينكم، او في غيمه سودة بينكم وما بين الاهل، في حد يعني اخ او مرات اخ حقودين عليكم. خلال الاسبوع اللي جاي باذن الله هيكون فيه تجديد، تجديد علاقه، تجديد طاقه، تجديد امور، الله اعلم. انتوا مشتاقين، عندكم كميه اشتياق غير طبيعيه، مشتاقين لحد، مستنيين لقاء بحد، في امور جديده عندكم هتحصل، تجديد لعلاقة، تجديد لأمور، بسم الله ما شاء الله عليكم. في حد بعيد عنكم، الحد البعيد عنكم ده هيبقى فيه لقاء معاه الفترة اللي جاية وهتكونوا مبسوطين جدا. والدايرة اللي عندكم دي والخنقة اللي بتجيلكم من غير سبب دي من كتر الحسد، كان يعني في حد عزيز على قلبكم وانتوا بتحبوه جدا، الحد ده توفى، ومن بعد ما توفى انتوا حاسين ان انتوا شايلين الدنيا فوق كتفكم. انتوا دايما معرضين للحسد، لان انتوا اجمل ما انتوا ظاهرين. يعني شوفوا وصلت معاكم ليه، اجمل ما انتوا ظاهرين، وعشان كده البعض منكم عايز يخرج من الحرب اللي هو فيه. رتبت امور كتيره جدا عندكم، ربنا كريم عليكم، قلبكم طيب، القلب الطيب اللي عندكم، ودايما القلب الابيض هو ده اللي بيوقعكم في خذلان ومشاكل من الاحب. فدايما اقول خدوا بالكم واحذروا وابعدوا عن اي امور بتاخد من طاقتكم. المنفصلين بالهم مشغول، المنفصلين عمالين يفكروا، اوعى تستعجلوا في اي قرار تاخدوه الفتره دي، لان انتوا هنا عايزاكم تحذروا من شخص بيدعي ان هو بيحبكم، الشخص ده بيكرهكم. والفرحه اللي عندكم دي هتكون حلوه جدا، ايام في قمه الازدهار، عندكم ايام باذن الله هتكون فيها فرحه وهتكون فيها طاقه ايجابيه. الصحة بتاعتكم فيها تحسن بشكل كبير جدا، لان هيكون عندكم صلح حلو مع حد او لقاء مع حد. كمان انتوا البعض منكم عنده جوه قلبه صراع، عنده جوه القلب كده امول مش طبيعية من كتر التفكير الزايد اللي عندكم، من كتر الامور اللي حاطينها ببالكم. فياريت تخلوا بالكم، انتوا ندمانين انه في حاجة حصلت عندكم، في حاجة حصلت وانتوا ندمانين عليها، او الصراع الداخلي اللي جواكم تعبكم نفسيا. فياريت تخلوا بالكم، البعض منكم هيكون في صفقة حلوة، الصفقة الحلوة دي هتفرحوا جدا وهتدي امور مستجدة. فدايما تخلوا بالكم من نفسكم وتحرصوا على اللي في ايدكم، تحرصوا على اللي في ايدكم، لان الامور هتتقلب والسحر هيتقلب على الساحر. ليه بقى هيتقلب على الساحر؟ علشان خاطر ربنا كريم وانتوا اتأذيتوا كتير، مفيش حاجة كملت عندكم بسبب الحقد والغل اللي جاي لكم من الناس، وفي حيرة، انتوا محتارين من شوية امور، في طريقين قدامكم، والطريقين اللي قدامكم دي انتوا مش عارفين تبدأوا فيها ازاي، مش عارفين تاخدوا فيها تبدأوا منين، لان الطرق حاسين قدامكم ان هي مقفولة. فطول ما انتوا هاديين طول ما ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، وهيجعل ايامكم كلها مباركة، هيجعل ايامكم كلها جميلة، هيجعل ايامكم كلها مبشرة بالخير الفترة اللي جاية. فبلاش القلق وبلاش الحيرة وبلاش التوتر. تأكدي كده، تأكدي من كده، العين دايما بتكره اللي احسن منها برج العقرب. بس انا عايزاكم تهدوا، انت عندكم خير، بس احذروا من الناس اللي وشوشها كتير حواليكم، الناس اللي هي بهلونات كده، الناس اللي هم بوشوش كتير جدا، الناس اللي هم فيهم بعض الغدر وبعض الخيانة، الناس اللي هم حواليكم، احذروا من الناس اللي حواليكم. دايما يا برج العقرب انت لما بتتعامل مع الناس بتتعامل بنية صافية، تعرفش الخبث ولا اللؤم، تعرفش الحقد اللي بيبقى في قلب الناس اللي حواليك.
ليه دايما لما بتقرب من حد بتلاقيهم هما بيبعدوا، ولما انت بتبعد بتلاقيهم هما يقربوا؟ الناس دي ما يستاهلوش ان يكونوا موجودين في حياتك يا برج العقرب. صفي حساباتك، صفي حساباتك يا برج العقرب، وارمي كل الناس اللي هي ما تستاهلش تكون في حياتك وراء ظهرك. صدقني الناس دي ما تستاهلش، انت مدخلها في حياتك زي ما تقول كده، انت صعبانين عليك، ممكن يكونوا صعبانين عليك يا برج العقرب، ملهاش حل تاني. صفي حساباتك يا برج العقرب، وارمي ورا ظهرك كل الهموم دي. انا شايفه لك الايام الحلوه قربت منك، الرزق والتفاؤل والفرحه والهنا والسعاده قربوا على البيبان ليه، فانت حاول ترمي ورا ظهره، حاول ترمي ورا ظهره. بص النغزه اللي في قلبك دي يا برج العقرب عامله لك الم، عامله لك الم في حياتك. عندك امنيه ليها كتير جدا جدا عاطله، ليها سنين انت بتدعي ربنا بيها. حد هيجيلك ويعتذر منك يا برج العقرب، حد هيجيلك ويعتذر منك، حد ظلمك، حد كسر بخاطرك قبل كده، الله واعلم. دايما واقع في مشاكل، في حد هيطلب منك ان هو ان هو يعتذر منك، والله اعلم اذا كنت انت هتقبل الاعتذار ولا لا. في حقيقة لسه هتكتشفها يا برج العقرب تاني. انا عارفة ان انت هتقول انا هقضي حياتي كلها اكتشف، لا، في حقيقة هتكتشفها، في طريق اظلم ربنا هينوره لكم. موضوع هو مش شاغل بالك، انت مستني كل حاجة تكشف نفسها، يعني انت مستني كل حاجة تكشف نفسها، انت ما بتدورش في الموضوع، بس انت هتكتشف. عندك مواجهة مع حد، المواجهة دي هيبقى فيها قسم اليمين وهيبقى فيها عتاب يا برج العقرب. عندك خير وعندك رزق وعندك رسالة مهمة جدا حلوة، تفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه يا برج العقرب. حسنوا في حياتكم، خلوا حياتكم فيها تحسن، فيها بعض الأمور الحلوة. شايفة لك أيام جميلة، شايفة لك الرزق والتفائل والهنا وكل ما هو جميل من أجل عيون برج العقرب. حصنوا نفسكم اول باول عشان الحسد هياكل حياتكم اكتر ما هو وكده. تحياتي ليك يا برج العقرب.